ثانيا، في التعليم والثقافة، الحرص على تعلم أساسيات الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا ومعاملات، والعناية بتعليمه لمن نعول، ودعوة المعارف والجيران إلى الدراسة ثم الاستزادة من العلم أفرادا أو مجموعات بالمنازل أو بالمساجد، السعي لإحياء تدريس الإسلام كمنهج أساسي في كل مراحل التعليم ومعاهده، والتعاون مع دور العلم لتحسين أدائها التعليمي والتربوي، العناية بتعلم وتدريس اللغة العربية في كل مراحل التعليم في كل بلاد المسلمين، لأنها السبيل الأمثل لتذوق بيان القرآن وإدراك إعجازه والفهم الصحيح لأحكامه ومراميه، عدم التعصب لأي من المذاهب الفقهية، وإنما على المسلم العادي أن يرجع إلى معلمه أو إمام مسجده أو إلى المراجع الموثوق بها. أما من اكتسب حظاً وافياً من علوم الشرع يؤهله للمفاضلة بين الأدلة والآراء، فيأخذ بما يطمئن إليه علمه مع التجرد من الهوى. مد يد التعاون مع كل من يعمل في مجال الدعوة والبر والعمل العام لصالح المسلمين، ولا نتعصب لفرقة أو جماعة دون غيرها فنشتت الجهد ونفرق الأمة. التنبه وتنبيه عامة المسلمين إلى ما وقع فيه جهلا أو عن سوء قصد كثير من المسلمين من مخالفات وبدع كالسحر والتطير والتبرك بالأضرحة وغير ذلك من الضلالات. توفير مصادر المعلومات العلمية والتكنولوجية بمتابعة المستجدات العالمية ونشر المستخلصات والترجمات الملائمة للمتخصصين، والتحديث المستمر للمناهج التعليمية، وتوجيه البحث العلمي بأكمله لخدمة الأمة. أما العلوم الاجتماعية فيراعى تلقيها من مصادرها الإسلامية لا من المستشرقين أو تلاميذهم من دعاة العلمانية. رصد ما تقوم به المؤسسات العلمية والتعليمية في الغرب وتلاميذهم وعملاؤهم ومنظماتهم المشبوهة في بلاد المسلمين من ترويج للمذاهب والعقائد والمفاهيم الخاطئة والهدامة، وتحذير المسلمين مما تنطوي عليه من انحراف وتضليل أو تزييف لحقائق الإسلام وتاريخ أمته.